مكب نفايات وشعب أمي لا يعرف القراءة أو الكتابة إلى رابع أقوى اقتصاد في آسيا. حولت نهضته مكبات النفايات لحدائق، ويمتلك شعبه أفضل نظام تعليمي في العالم. في دولة اسمها كوريا الجنوبية سنتعلم كيف يمكن لزهرة أن تنمو من بين الركام. النهضة الاقتصادية في كوريا الجنوبية إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، استقلت كوريا بعد احتلال ياباني دام 35 عاماً، لكن تم تقسيمها لمنطقتي نفوذ بين الشيوعيين بقيادة الاتحاد السوفيتي والصين، والرأسماليين بقيادة الولايات المتحدة، جزء جنوبي وجزء شمالي. سيتحول كل منهما لدولة بعد حرب أهلية برعاية القوى العظمى. We are united in detesting communist slavery. We know that the cost of freedom is high, but we are determined to preserve our freedom no matter what the cost. بدأت عام 1950 وانتهت عام 1953، خلفت وراءها 5 ملايين قتيل. كوريا الجنوبية ولدت إذن، وغنمت كوريا الشمالية معظم الصناعة والتعدين و80% من توليد الطاقة الكهربائية. دولة ولدت لتكون ضعيفة، صنفت وقتها كواحدة من أفقر دول العالم. نساؤها كن يبعن شعرهن الناعم كبركات لغيرهن حتى لا يموت أطفالهن جوعا. وأرضها كانت بلا موارد طبيعية كبيرة، وشعبها بلا تعليم يذكر، و90% من سكانها يعيشون على المساعدات الأمريكية. لا شيء يدعو للتفاؤل، فما العمل؟ بداية البداية، بداية الأمل. رئيس كوريا وقتها كان اسمه يي سونغ مان. قام هذا الرجل بإحداث ثورتين، الأولى في الإصلاح الزراعي، والثانية والأهم في التعليم. فقد ازدادت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي 10 أضعاف، وبات 96% من الأطفال يذهبون للمدرسة، وأصبح لدى كوريا أواخر الخمسينيات قوة عمل متعلمة. لم تحصد البلاد ثمرة الجهود سريعاً، فالزراعة لم تكن كافية لبناء ثروة، وظل دخل المواطن الكوري أقل من نظيره في اليمن، و40% من السكان كانوا تحت خط الفقر. لكن هذه الأرقام مع حلول عام 1961 ستبقى للذكرى فقط. في ذلك العام وقع انقلاب عسكري بالتأكيد، ليس كالانقلابات التي نعرفها في عالمنا العربي، فحتى حظوظ العرب في كوارثهم مزرية. قاد انقلاب كوريا عسكري مستبد ومستنير يدعى بارك تشونغ هي. سينتشل كوريا الجنوبية من الفقر إلى الثراء. بداية المعجزة. أسس بارك مجلسا للتخطيط الاقتصادي، أمم البنوك، وشجع الصناعات المتوسطة لزيادة التصدير ضمن خطة خمسية مذهلة. كان الهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 7.1% ما بين عامي 1962 و1966. سخر الأمريكيون من الرقم واعتبروه أحلاما مجنونة، لكن ما تحقق فعليا فاق أحلام الأمريكيين أنفسهم. لقد جاوز النمو 8.9%. ذهل الجميع، لكن كوريا لم تتوقف. صناعات تزيد بمعدل 15% سنويا، وصادرات تتصاعد بمعدل 36% كل عام. كان اهتمام بارك منصبا على المهارات التقنية بهدف تحويل البلاد إلى دولة صناعية تنافس كوريا الشمالية. لذلك طبع العلاقات مع اليابان عام 1965 بهدف تحقيق الهدف التالي: أن تفعل ما فعله اليابانيون ولكن بتكلفة أرخص وبوقت أقل. وبالفعل، وبعد سنتين فقط صنعت أول سيارة كورية جنوبية من نوع هيونداي، وانطلقت معها شركة دايو الشهيرة. وفي أواخر الستينيات أصبحت سامسونج أفضل شركة لتصنيع التلفاز عالميا. زراعة أقل وصناعة أكثر وسلطة مطلقة. بارك قدم التنمية على الديمقراطية تحت حجة قديمة تقول: ما فائدة الديمقراطية لأفواه جائعة؟ لذلك
استبد بالسلطة رسميا عام 1972 بعد 3 ولايات رئاسية، وبالتزامن مع ذلك أطلق برنامجا للتصنيع الثقيل ستتحول معه كوريا في غضون 10 سنوات إلى أكبر مجمع لصناعة الفولاذ في العالم والأرض الأم لثاني أكبر شركة لبناء السفن على وجه الأرض بدخل يصل ل$26 مليار سنويا. دولة ستصنع كل شيء بسواعد وعقول أبنائها. رحيل الأسطورة. اغتيل الرئيس بارك تشونغ هي أواخر عام 1979، ووقع انقلاب عسكري قاده شون دو هوان، ما أحدث اضطرابات سياسية ترافقت مع تراجع اقتصادي بمعدل 6% وتضخم بلغ 44%. لكن عادت عجلة النمو تحت ظل الحكم العسكري الاستبدادي، ووصل لذروته كأعلى معدل في العالم آنذاك ما بين عامي 1986 و1988. في تلك الآونة تحولت كوريا الجنوبية رسميا إلى دولة ديمقراطية حرة ونزيهة للمرة الأولى منذ عام 1960. سر النهضة. كان أحد أهم أسرار النهضة الكورية شيئا اسمه تشايبول، مصطلح يطلق على الشركات الكبيرة التي تديرها عائلة واحدة مثل سامسونج وهيونداي وإلجي. بدأ التشايبول عام 1961. فكرته باختصار تقوم على أن قوة الشركات من قوة الدولة، الحكومة ستشارك رواد أعمال من العائلات الكبيرة وتدعمهم بالمال وتخفف عنهم الضرائب، من ينجح يكافأ ومن يفشل تتخلى عنه الحكومة. نموذج اقتصادي فريد سيجعل من الشركات الخاصة عماد وقوة اقتصاد البلاد بأسرها حتى هذه اللحظة. الأزمة المالية. عام 1997 وقعت أزمة النمور الآسيوية، انهيار اقتصادي بدأ في تايلاند وضرب الفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية، واضطرت كوريا لاقتراض $58 مليار من البنك الدولي، وبدأ أن كل شيء ينهار. لكن وراء كل أمة عظيمة شعب عظيم. ما فعله الكوريون في الأيام التالية للأزمة المالية يكاد لا يصدق. نزلوا الشوارع يتبرعون بما لديهم من ذهب، وجمعوا لبلدهم المليارات. لم تكن التضحية فردية فحسب، فالشركات الصغيرة ضحت بنفسها أيضا واندمجت بالكبيرة الصامدة حتى لا ينهار الجميع. تضحيات ستكافئها الأقدار. ففي غضون 3 سنوات ستسدد كوريا الجنوبية قرض البنك الدولي، وستقفز عائدات صادراتها الخارجية إلى $99 مليار عام 2001. كوريا الجنوبية اليوم هي ثالث أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم. التقنية التي لا غنى عنها لكل الأجهزة الحديثة تعد من أفضل الديمقراطيات حاليا، وفيها ستجد تقنية ويماكس أكسس التي توفر لك سرعة إنترنت تصل ل1 جيجا بايت في الثانية، رقم يعني تحميل فيلم طويل بسرعة الضوء، تنافس في السيارات والهواتف المحمولة وجميع أنواع التقنية الحديثة، تصنع السفن والأسلحة الثقيلة، تحتل المراكز الأولى ببراءات الاختراع سنويا. اقتصادها يضيف ما بين 180 ألف إلى 300 ألف وظيفة كل عام، وتسجل صادرات تقدر ب$560 مليار في السنة. أما العامل فيها فأقل أجر يحصل عليه يساوي $7 في الساعة، أي ما يزيد عن $1500 في الشهر. لم يمتلك الكوريون أي عصا سحرية، هم يشبهوننا بماضيهم بحروبهم واتكالهم على المعونة والحماية، لكنهم يختلفون عنا كثيرا اليوم. لقد تعلموا كيف يصنعون آلاتهم وأسلحتهم وهواتفهم وتلفزيوناتهم وسياراتهم بأيديهم. امتلكوا كذلك مستبديهم، لكنهم ليس كمستبدي عالمنا العربي. مستبدون عرفوا أن الاستحواذ بالقوة على السلطة شيء، وأن نجاح دولهم شيء آخر.